صدمه مكشف عن ارتباطه، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع أسامة مروة اللي شارك شوية ستوريات اليوم من رحلته إلى بريطانيا، وكشف أسامة إنه صار خلاف بسيط بين أحمد النشيط وأنس مروة، والخلاف كان على مخدة. أنا أسف. إن شاء الله تسامحه بس. المسحة بس. إن شاء الله تسامحه. بتعمل يوم مرتاح. من جد من جد. هذه هي المصيبة. ما بتسامحه. لا والله من جد المسحة. المسحة. أنا. في جيران في جيران صوت صوت. يعني ما حد سامحه. والله شكلي يا صاحبي وضعت الورا. أنا لسه على الآن والله متواشك صالحوا بعض. نشيط اعتذر. أنا آسف إن خليتهم يصحونك الساعة 3، بس اكتشفت صراحة يوم جابوها حقي كانوا مسوي لي حفلة. أحلى شيء بالاعتذار ما تقول بس بعده. أنا آسف يا رشيد. لا يعني أنا ليش اعتذرت؟ شو دخل انا واحد كويس. نمر الى سيد ربيت اللي تفاعلت امبارح ببوست جديد على صفحتها بالانستغرام، وهذا البوست كان من حفله عيد ميلاد ابن خالها ادم، ولاقت سيدرا تعليقات كثير من طرف الجمهور وعن جمالها ودقها في اختيار اطلالتها. اما برهوم معراوي فاللي اعلن مؤخرا انه هو راح ينتقل على بيته في دبي وما راح يضل ساكن مع اسلام افرو. ايضا برهوم معراوي قام بالاجابه على اسئله الجمهور هل هو راح يرتبط او راح يعلن ارتباطه قريبا. اوكي، بما انه الموضوع ترند وكل الناس عم تحكي فيه موضوع الخطوبه، رغم انه في كثير مواضيع لازم تكون اهم والعالم ضل تحكي فيها، حط في بالك انه اي شخص خطب بالسوشيال ميديا فهو حرفيا يعني بحس مقتدر ماديا، مستقر، فاضي باله. وإذا أصلا هو عمل هذا الموضوع كترند أو شيء فالله يعينه، يعني عرفت كيف؟ قديش هو فاضي. غير عن هيك أنا بشوف حالي إنه أنا أبدا مش جاهز لهذا الموضوع، ولحد الآن بحس حالي مش مستقر، وإنه روح عتر بنت الحلال معي بس لأني عم دور على إنه أستقر، وأنا نفسي مش مستقر داخليا. ف ما بعرف يعني بحس جنون إذا أقبلت على الخطوة، وأنا بيني وبين حالي بحس رح أندم بعدين، بس إنه يعني إن شاء الله